الزيارة الأربعينية، ينضم معنا مراسلنا علي أسد. أهلا بك علي، كيف هي الإجراءات الأمنية والخدمية الآن على طريق كربلاء، وكيف هي أعداد الزائرين اليوم باعتبار أنه أيام الزيارة ستكون قريبة جدا في بغداد؟ تفضل. نعم، في مثل هذا التوقيت وأيضا مع مساء يوم غد وصباح يوم غد سوف تكون هي ذروة الزيارة. بدأ سكان بغداد بالخروج بمجاميع كبيرة للتوجه نحو مدينة كربلاء المقدسة. بدأت الشوارع الخارجية للعاصمة بغداد باتجاه محافظة كربلاء تشهد زخما واضحا منذ ساعات المساء، على اعتبار أن درجات الحرارة تنخفض مع ساعات المساء واقتراب يوم الخميس، رغم عدم وجود وبإعطاء عطلة رسمية سوف بالتأكيد تزداد هذه الأعداد. نشاهد الكثير من المواكب تنتشر على طول الطريق المؤدي إلى المدينة المقدسة. نقف حاليا على سريع بغداد الجديد الذي يشهد حركة كبيرة من قبل الزائرين، كانت موجودة منذ 3 أيام، نصبت سرادقات العزاء هنا، ولكن في هذا التوقيت بدأت هذه السرادقات بالزيادة وبتقديم مزيد من الخدمة للزائرين تمهيدا لوصولهم إلى المدينة المقدسة. من المتوقع أن ترفع هذه الخيم عند مساء يوم الجمعة وهي تنتهي وبذلك تنتهي الزيارة. كذلك ينقسم الزوار إلى قسمين، البعض منهم يسير نحو كربلاء المقدسة مشين على الأقدام، والبعض الآخر عبر المركبات. بالتالي اليوم منذ الصباح وحتى هذه اللحظة ملئت الجراجات الخاصة اليوم في بغداد بالمعزين وبالمركبات المتوجهة إلى كربلاء، وبالتالي مخرج بغداد الجنوبي شهد زخما كبيرا، وحتى شوارع العاصمة العراقية بشكل عام شهدت زخما كبيرا. نتحدث اليوم عن سكان بغداد، عن بعض المحافظات الذين انضموا إليها والذين يسيرون في هذا الطريق، وأيضا للذين يأتون عبر مطار بغداد ومن ثم يتوجهون نحو مدينة كربلاء المقدسة. أود التحدث أكثر مع الزائرين لتوضيح إجراءات هذه الزيارة وأيضا كيف يمكن أن يصلوا إلى مدينة كربلاء سيرا الأقدام. نتحدث اليوم عن درجات حرارة مرتفعة، نتحدث اليوم عن تحديات أمنية، هل هذا يشكل تحدي لكم أم أنتم متواصلين في هذه الزيارة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي وباسم عشائر ائتلاف العراق نعزي الأمة الإسلامية ونعزي سيدنا صاحب العصر والزمان بهذا المصاب الجلل، وهذه جموع لا يردها لا حر ولا عوامل أمنية ولا كل شيء، وإحنا في خدمة زوار أبا عبد الله، هذا موكبنا المتواضع لخدمة زوار أبا عبد الله. تتوقعون ذروة الزيارة شو وقت راح تصير؟ أكثر وقت حيكون بازدحام للزوار؟ والله هي ذروتها بدت من زمان، يعني مستمرة تقريبا، هاي راح يصير 10 أيام ولا زالت مستمرة الذروة، وإن شاء الله خير. نشكركم جزيل الشكر. إذن إيناس، أيضا نتحدث على سألتيني كنت على المستوى الأمني في العاصمة بغداد. نعم. انتشار أمني واسع في عموم العاصمة وأيضا في الطرق التي يسلكها الزائرون، نتحدث عن مختلف صنوف الجيش والقوات الأمنية التي تنتشر، وأيضا طيران الجيش الذي يساند هذه القوات وخصوصا في الطرق الخارجية للعاصمة بغداد لتأمين دخول وخروج الزائرين. انتشار واضح لهذه القوات عند المداخل الخاصة وعند الطرق التي يسلكها الزائرون، إضافة إلى قطع هذه الطرق نشاهد أن هذا الطريق مقطوع ولكن الجانب الآخر من الطريق مفتوح بشكل عادي أمام المركبات، وهكذا هي الخطة أن تنقسم الشوارع إلى البعض تسلك فيها المركبات والبعض الآخر للمشاة. لا يوجد قطع تام للطرق في عموم العاصمة بغداد، ولكن هذه القطوعات الجزئية أكيد شكلت زخما كبيرا لدى المركبات، قد يستمر هذا الزخم حتى يوم الجمعة القادم. نعم، يعني هل هنالك وافدين أجانب قد جاءوا من مطار بغداد سيرا إلى كربلاء؟ نعم، أكثر الزائرين يأتون عبر مطار النجف الدولي ومن ثم يتوجهون إلى مدينة كربلاء المقدسة، ولكن نتيجة للزخم الكبير على مطار النجف بعض الزائرين الأجانب قد توجهوا إلى مطار بغداد، وبعد ذلك يسلكون طريق الزائرين سواء كان عبر الحافلات خاصة تخصص إليهم وأيضا عبر السير مع سكان العاصمة بغداد. قد شاهدنا أعداد كبيرة من الإيرانيين، من الأذربيجانيين أيضا كانوا في ساعات الصباح يسيرون بشكل مباشر مع سكان بغداد. أيضا الصور التي وردت عبر مطار بغداد الدولي وعبر الصفحات الخاصة بالمطار كانت قد تؤشر إلى وجود أعداد كبيرة من المسافرين القادمين إلى العاصمة العراقية متوجهين إلى كربلاء. نتحدث أيضا عن وجود مدينة الكاظمية المقدسة التي يزورها الكثير من الزائرين قبل توجههم إلى كربلاء، وبالتالي أعداد ضخمة وضخمة جدا سواء كان من العرب والأجانب وصولا إلى أربعينية الإمام الحسين. نعم علي أسد مراسلنا كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
الكرة الأرضية منو من عزوبي سيارة.